محمود العسال بيقول لك ايه، كلمه حق منذ 2017 ده محمود العسال، واخد بال حضرتك؟ ده محمود العسال بيقول لك منذ 2015، واخد بالك؟ منذ 2017 ومجلس مرتضى منصور همه الشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل، فعلا له شخصية البطل. منذ 2017 محمود العسال ما كانش على وفاق مع مرتضى منصور اصلا، لان انا سبب هذه العلاقة لما انا اتبعت علشان خاطر هم يقبضوا تمني، ان كان السيد محمود العسال ولا محمد اسماعيل، فكله بيطبل عشان يهد النادي، كله بيطبل، ولكن عند عبد الناصر زيدان لازم كله يقف ويعرف حدوده ايه، لاني انا الوحيد اللي قادر اكشفكم قدام الناس كلها. بيقول لك 2017 انت ما عرفتش مرتضى منصور غير في 2018 او بعد 2017 لما رحت انت ومحمد اسماعيل للنادي النهري وديته فروض الولاء والطاعه، وانتوا كنتوا شغالين طول الوقت تقولوا للناس مرتضى لا هيتحاكم ولا هيمشي من النادي ولا هيسقط في الانتخابات، وبتصدروا كنتوا كل حاجه غلط للناس، وبتصدروا كل حاجه غلط للناس. لكن الحملة دي اللي انتوا عايزين تغطوا فيها على محاكمة مرتضى منصور لن تفيد، ولا بد من محاكمة مرتضى منصور. وبقول لك مصر لو ما حكمتش مرتضى منصور يبقى على الدنيا السلام، يبقى ما عندناش لا قضاء ولا عندنا دولة، واحنا كده بنقول كل واحد يعمل ما بداله ويعمل أوسع مدخله، لأن في النهاية ما فيش حد هيتحاكم. لا، مرتضى منصور هيتحاكم ولازم يتحاكم، ولازم انتوا تتحاكموا معاه، وكل واحد ادار النادي لازم يتحاكم مع مرتضى منصور، هو ده العدل. لكن انتوا عايزين تودونا في حته تانية، الزمالك لا بتاع نقطه يا بيه، ولا بتاع نقطتين، ولا بتاع تلات نقط، ولا بتاع فرقه كوره، الزمالك كيان لا يقف على اشخاص ايا كانت مين هذه الاشخاص. لكن الأشكال اللي بتتكلم وخائفة من شيء ما، يا ما عملتوا حملات باظت، ويا ما عملتوا حملات وضللتوا الناس واتكشفتوا. ما انتوا اللي قلتوا مش هيسيب النادي وساب النادي، هو ساب النادي ليه؟ هو مجلسه اتجمد ليه؟ علشان كان بيبيع بالسبح في الحسين، ولا عشان اللجان قالت ان في اهدار ملعام؟ واخد بالك انت؟ هو كان اسد واحد يقول لك امك بتحبني، الاسد معرفك يحمي عرينه ليه؟ اطرد من النادي ليه؟ اطرد من النادي، مناخيره جت في التراب ليه؟ واسد مين اللي راجع؟ وبتعملوا ايه عشان ترجعوا؟ مش هيرجع. وحياه امك اللي سبها يا ابني انت وهو، وقال لك امك بتحبني وهزقك، وانت ما عندكش كرامه، ما هيرجع وهيتحاكم. وكل واحد خد جنيه، وكل واحد خد جنيه هيرجعه 2 جنيه، واللي مش هيرجع هيتحبس. والايام بيننا، الايام بيننا، الايام بيننا، الايام بيننا. خليك انت عايش في الوهم لغايه ما النادي كله يتدمر. ما هو الاشكال اللي زيك هي اللي ضيعت النادي، الاشكال اللي زيك هي اللي دمرت النادي، الاشكال اللي بتطالب ان باطل يجي يرجع تاني هي الاشكال اللي دمرت النادي. محمود بن العسال بيقول لك ايه؟ بص حضرتك، بيقول لك كلمه حق، انا مش عارف جاب منين كلمه حق، قول اللي انت عايزه بس ما تكتبش كلمه حق. بص، منذ 2017 ومجلس مرتضى منصور همه الشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل. فعمل ايه صاحب شخصية البطل؟ بص، فريق لا يخاف فريق قوي تخشاه كافة الفرق، وقد نجح بالفعل وأصبح الزمالك فريق قوي له شخصية البطل يفوز وحتى لو لم يلعب لخوف الفريق الآخر من مجرد اللعب أمامه. ليه؟ كان مرتضى منصور عمر بن الخطاب، الناس بتترعب من اسمه، تتغلب من طوب الارض.
وانت ناسي ولا ان كنت ناسي افكرك؟ ولا انت بتجيب تاريخ من بيتكم يا محمود بيه؟ ولا هي حملة غسيل سمعة؟ مش هيرجع يا محمود بيه، وانت عارف انه مش هيرجع، وياما اترهنت انه مش هيسقط في الانتخابات وسقط، ومش هيسيب النادي وسابه، ومش هتقدر على اللجنة الاولمبية وقدرت. كل الاوهام دي خيالات، من محض خيالاتكم لا يمكن ان نسكت على تصديرها للرأي العام. مرتضى منصور دلوقتي بقى ميسي، مرتضى منصور دلوقتي عايزينه مطلب جماهيري. يعني كيف تستقيم الامور؟ كيف تستقيم الامور ان النهارده بدل ما ندور على محاكمة مرتضى منصور نقول يرجع مرتضى منصور؟ ايه في ايه؟ عايزين تقلبوا الهرم؟ عايزين تقلبوا الدنيا رأسا على عقب؟ يا راجل عيب عليك، احنا في دولة مؤسسات. عدم محاكمة مرتضى منصور صب في جبين الدولة، عدم رجوع اموال الزمالك صب في جبين النظام، واحنا عندنا نظام محترم. عايز عبد الفتاح السيسي العظيم يرجع واحد سرق المال العام، عايز يرجع لص، عايز النظام المحترم ده اللي شالنا من اهلك الظروف يسكت على سرقه نادي الزمالك، عايز الدوله تغني عينيها عن الحراميه اللي نهبت نادي الزمالك. في ايه؟ والله بصراحه انا اسجل اعجابي ببجاحتكم وعينيكم الحمراء، واسجل اعجابي انكم وصلتوا لهذه الدرجه من الفجر، وكانكم تحولتم فجاه الى ملائكه، وانتم عارفين ان كلكم من اولكم لاخركم القانون مش هيسيبكم. انا اسجل اعجابي بهذه الجراه بصراحه، انا معجب بيكم، انا معجب بيكم جدا. جايبين الجراه دي منين؟ الجراه دي ما سمعناش عنها في الكتب. جايبين منين هذه البجاحه وهذه العين الحمراء؟ جايبين منين الباطل ده كله؟ جايبين منين هذا الزيف؟ مش هتقابلوا ربنا، ده انتوا هتقابلوا ربنا وهتموتوا وهتتحاسبوا. وعلى فكره والله العظيم مسيركم السجن في الدنيا والنار في الاخره، وانتوا عارفين كده. انا بس عايز اريكم بس ايه محمود بيه العسال، لان بصراحه معجب بالبوست وما به من كم مغالطات. بص يا فندم، منذ عام 2017 ومجلس مرتضى منصور همه الشاغل هو صنع فريق له شخصية البطل، فريق لا يخاف، فريق قوي تخشاه كافة الفرق، وقد نجح بالفعل وأصبح الزمالك فريق قوي له شخصية البطل يفوز، وحتى لو لم يلعب لخوف الفرق الأخرى من مجرد اللعب أمامه. فاز على الأهلي في أكثر من مباراة في الموسم، وحصد السوبر، فاز على الترجي، فاز على بيراميدز، فاز على الرجاء، الكل يهاب ويخشى. المشكلة ليست مشكلة اللاعبين، فهم من كانوا يلعبون ويحصدون البطولات سابقا، ولكن المشكلة من نزع من اللاعبين والنادي بأكمله الطمأنينة والاستقرار، والانتصارات بقرارات عشوائية يشوبها الكيد والتنكيل والجزاء وليس الصالح العام. فأين الصالح العام بما يحدث وسوف يحدث؟ الزمالك يا سادة يعوزه لكي يستقر، هو يحتاج يا محمود بيه، مش يعوزه، يعوزه دي في الشارع يعني، لكي يستقر بعد هذه الخلخلة الرياضية العنيفة كثير من الوقت، ولن يستقر بنفس الاستقرار والبطولات كما كان سابقا. الواقع والمنطق يؤيد ذلك، فالزمالك سابقا وصل لذروة الانتصارات رياضيا واجتماعيا وإنشائيا، ولن يستطيع أحد أن يجاري هذا أو يصل إليه. فما قام به مجلس مرتضى منصور من إنجازات
أصبح يجعل كل من يفكر في إدارة الزمالك أن يعيد حساباته 1000 مرة، لأنه يعلم أنه لا ولن يستطيع أن يحقق مثلما تحقق. الكل يجب أن يكون خلف من يحقق مصلحة نادينا العظيم والعريق. الكل يجب أن يكون خلف من يسعدنا ويسعد ملايين الجماهير الزملكاوية. ابعدوا يرحمكم الله عن تصفية الحسابات، وانظروا لسعادة الملايين من المواطنين الزملكاوية عندما يستقر الزمالك ويفوز ويحقق البطولات. طب ما تقول لنفسك وتبعد، طب ما انت كنت بتدير وكنت ماسك نائب مدير الشؤون القانونية، طب ما تبعد انت، ما تبعد انت، ما تبعد انت طيب وتسيب الناس تدير، ما تبعد انت وتسيب الناس تدير. عارف المشكلة يا محمود بيه؟ انكم مش لاقيين رجالة تقف قدامكم. انتوا لو لاقيين رجالة تقف قدامكم كان زمانكم كلكم في حتة تانية خالص، وانت عارفها كويس جدا. انتوا سجلتوا للناس مكالمات، انتوا هنتوا الناس، انتوا حقرتوا من الناس. انا مش بتكلم على محمود الحسان، انا بتكلم على ادارة مرتضى منصور. سجلتوا مكالمات للناس، هنتوا الاعضاء، بهدلتوا الناس، سبتوا الامهات، شتمتوا مصر كلها، هزأتوا مصر كلها. المشكلة انكم انتوا مش لاقيين حد يقف يعلمكم حاجة. انتوا ولا حاجة، انتوا مجرد بالونة مليانة هذه الادارة. لا أقصد برضه شخص، بتكلم على الإدارة كلها. هذه الإدارة تعلم إنها مربوطة بسلسلة واحدة. لو اتجاب مرتضى هيتجاب شريف حسين، هيتجاب محمود خالد، هيتجاب مجلس الإدارة، هيتجاب المديرين، كله هيتجاب ورا بعضه.